السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي المغاربة، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مدينة تمارة وبالضبط شارع إدريس الأول، عملية الإسفلت انطلقت الحمد لله. عملية الإسفلت انطلقت والأشغال على قدم وساق كما كتوضح الصورة. بعدما انطلقت الأشغال من المدار ديال المسيرة واحد في اتجاه التكوين المهني، فالعملية ديال الإسفلت مستمرة والصورة قدامكم غنية عن كل تعليق. صراحة هادشي كيبشر بالخير، وهادشي كان كيدل على شي حاجة، فهو كيدل على الأشغال اللي كتعرفها مدينة تمارة، لا من ناحية شارع إدريس الأول ولا كذلك من ناحية شارع طارق بن زياد ولا شوارع أخرى إن شاء الله اللي غتشملها إنارة، غتشملها عملية إسفلت، غتشملها تغييرات كثيرة. نطلبوا ربي تيسر الأمور وإن شاء الله ما يكون غير الخير. كنتمناهم الله الاخوان السائقين والاخوات السائقات مزيد من الحيطه والحذر، لانه كاين اشغال بمجموعه من النقاط، ولازم نصبروا على بعضياتنا ونتسامحوا في الطريق باش الامور تمشي مزيان. كما شرحت لكم كاين الاشغال في شارع ادريس الاول وكاين الاشغال في شارع طارق بن زياد، وغادي تكون عندنا الاشغال ان شاء الله في شارع الحسن الثاني، وغتكون عندنا الاشغال في الوفاق، يعني مجموعه من الشوارع ان شاء الله اللي غتعرف تغييرات، غتعرف مجموعه من الامور اللي هي صراحه ايجابيه واللي غتعطي واحد الجماليه في المدينه. كنتمناو من الله مزيد من الخير، مزيد من العطاء ان شاء الله لهاد المسؤولين هادو اللي صراحه مع دخول ديالهم مدينه كنلمسوا التغيير. نطلبوا الله ان هاد المشاريع تزيد تكبر اكثر ونشوفوا امور اللي هي مزيانه، ولما لا كذلك شارع مولاي علي الشريف هذا اللي كنشوفوا قدامنا تشملوا حتى هو واحد الاناره مميزه ان شاء الله، علاش لا، اكيد الخير جاي للقدام. نطلبوا الله تمشي الامور مزيان. مدينه تمارة مقبله على اكبر عمليه هدم ان شاء الله ديال دور الصفيح. حنا كنهضروا على ثاني مدينه في المغرب من ناحيه العدد ديال دور الصفيح، ان شاء الله هادشي اللي غادي يفتح المدينه وغيعطيها واحد التغييرات كثيره وكبيره ان شاء الله، خصوصا كنهضروا على التراموي جاي في الطريق، كنهضروا على بزاف د الحوايج ان شاء الله اللي غتغير من المعالم ديال المدينه. نتمنوا من الله الخير وفضل المواكبه اللي غنحاولوا نقربوكم من كل كبيره وصغيره. تهلاو في راسكم ونضرب لكم موعد ان شاء الله في قادم الفيديوهات. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.